بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. نحن الآن على أعتاب شهر رمضان المبارك، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. في هذه الأيام ينبغي أن نبحث عن معطيات الصيام. ما هي الفائدة أو ما هي الفوائد التي نجنيها بسبب هذه الفريضة؟ هنالك فوائد متعددة. من جملة هذه الفوائد الفائدة الصحية. هنالك كتاب ألفه بعض العلماء الأجانب، وعنوان هذا الكتاب: الصوم طريقة حديثة لمعالجة الأمراض. هذه المطاعم التي نتناولها، هذه الأطعمة وهذه الأشربة، الفائض منها، وما أكثر هذا الفائض؟ هذا الفائض يبقى في البدن على شكل مواد دهنية وعلى شكل مواد سكرية. هاي المواد الدهنية وهذه المواد السكرية تدخل في الدم وتظل في الدم، وهذه المواد أفضل وسط لنمو جميع أنواع الأمراض. هذه المواد تربة خصبة لكل أنواع الأمراض أو لكثير من أنواع الأمراض. هذه الفريضة تأتي وتقضي على هذه المواد. ولكن نقول لهذا العالم الأجنبي: كلا، الصوم ليس طريقة حديثة لمعالجة الأمراض.
العنوان الصوم طريقة حديثة لمعالجة الأمراض، مو طريقة حديثة. قبل أكثر من 1400 عام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا. صوموا تصحوا. الصحة تترتب على الصوم. فيه فوائد صحية، فيه فوائد اجتماعية، فيه فوائد أخلاقية، ولكن أعظم فائدة وأهم فائدة هي هذه التي تشير إليها هذه الآية. القرآن الكريم لا يشير إلى الفوائد الصحية، لأن هذه الفوائد لا تعتبر هي العلة الغائية للصوم. هذه فائدة، ولكن هنالك فرق بين الفائدة وبين الغاية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. التقوى هي غاية الخلقة. الله تعالى يقول في آية أخرى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا خلقكم؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. فالتقوى هي غاية الخلقة. وهنالك وجه آخر في الآية الكريمة: اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. فالتقوى غاية العبادة، والعبادة غاية الخلقة، بمقتضى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وغاية الغاية غاية. فعلى كلا التقديرين العبادة هي غاية، التقوى هي غاية الخلقة، الصوم غايته غاية الخلقة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ حتى تحققوا هذه الغاية التي خلقتم من أجلها، وهذه الغاية لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ ومن هو المتقي؟ هذه الكلمة، كلمة التقوى، ماذا تعني؟ الانضباط داخل الأطر الشرعية. واحد يكون منضبط، واحد يكون مقيد. هذا الانضباط يمكن أن يتم على أنحاء. النحو الأول أن يتم على شكل الإلجاء. النحو الثاني أن يتم على شكل الإكراه. النحو الثالث أن يكون بفعل الأجواء الضاغطة. هنالك رجل في مصر يغسل الأموات أو يجهز الأموات، العبارة الأدق، يجهز الأموات بالطريقة التي كان عليها الفراعنة من قبل. هنالك طرائق محددة كانوا يجهزون بها موتاهم. هذا الرجل يغسل الأموات أو يجهز الأموات، رجل عادي مثل بقية الرجال، لا يختلف عن بقية الرجال. راجعوا المذكرات التي كتبها طبيب هذا الرجل. طبيب هذا الرجل عنده مذكرات
كتبها في ذلك العهد. هذا الرجل إذن لم يكن يختلف عن بقية الأفراد، ما كان يقتل وما كان ينهب وما كان يتعدى. ليش؟ لماذا لم يكن يقتل ولماذا لم يكن يتعدى؟ لأنه ملجأ إلى ذلك. الإلجاء شنو معناته؟ الإلجاء يعني ألا يكون لك اختيار في الأمر. الصائم واحد ياخذه يصب الماء في فمه، هذا ملجأ. الصائم واحد ياخذه يذبه في البحر فيرتمس في الماء، هذا ملجأ. هذا لم يقم بعمل اختياري، لم يكن له خيار في ذلك، هذا إلجاء. إكراه أنه يأخذ المسدس ويقول له اشرب الماء وإلا قتلتك، هذا إكراه، هذا مو إلجاء. أكو فرق بين الإلجاء والإكراه. الإلجاء لا يبطل الصوم، ولكن الإكراه يبطل الصوم. في سجون الظالمين يكرهك على أن تشرب الماء، أنت مكره، باختيارك تذهب وتأخذ الماء وتشرب الماء. إذن أنت مريد، أنت قمت بعمل، أنت أردت ذلك العمل، ولكن تحت ضغط الإرهاب. بعبارة ثانية، في الإلجاء لا توجد إرادة، ولكن في الإكراه أكو إرادة، ولكن لا توجد هنالك طيبة نفس، الطيبة مفقودة. أنت تحت الضغط وتحت التهديد تقوم بذلك العمل، هذا ملجأ. ما يتمكن، ما يقدر يسوي هذا العمل. لذلك في يوم من الأيام هو هذا الرجل الذي كان يجهز الأموات اعتلى عرش مصر. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الذات تغيرت؟ لا، الذات نفس تلك الذات، الطبيعة نفس تلك الطبيعة، ولكن تلك الطبيعة طبيعة مقهورة، طبيعة ملجأة، طبيعة مكرهة، طبيعة تعيش تحت أجواء ضاغطة. ارتفع هذا القهر وإذا به يبقر بطون الحبالة. المرأة الحامل كان يأخذها ويشق بطنها ويخرج الوليد البريء من بطن الأم ويذبح ذلك الطفل. هذا عدم قتله للأبرياء مو نابع من دافع داخلي، وإنما الأجواء اضطرته إلى ذلك. الإلجاء هو الذي فرض عليه ذلك. واحد ما عنده ثروة، ما عنده ثروة، ليش لا يتعدى حقوق الله؟ لأن ما عنده ثروة. ولكن هو هذا الرجل في يوم من الأيام عندما تصل بيده الثروة ولو بمقدار دينار، ماكو فرق عند الله بين القليل والكثير، الدينار عند الله يحاسب عليه. عندما تصل بيده الثروة وإذا به يبخل عن حقوق الله ويبخل عن حقوق الناس. ما اختلفت الطبيعة، الطبيعة ذات الطبيعة، ولكن الفارق هو القدرة. الانضباط قد يكون من أجل الإلجاء الذي يفقد معه الفرد الإرادة، وقد يكون من أجل الإكراه الذي لا يفقد فيه الإرادة ولكنه يفقد فيه طيبة النفس، وقد يكون من أجل الأجواء الضاغطة، ماكو مكره لكني في وطني ما أتمكن،
عندما أذهب إلى البلاد الأجنبية تتبين حقيقتي. الشكل الرابع أن يكون من أجل حذر باطني متجذر في الذات، هذه هي التقوى. حذر، حذر يعني شنو؟ المثال المعروف أنك إذا دخلت طريقا خطرا محتمل تكون فيه ألغام زرعها الأعداء، كيف تمشي في تلك الأرض؟ بحذر، حذر باطني يقودك إلى الحذر الخارجي. تلاحظ قبل أن تضع خطوة، ممكن الآن تضع رجلك على اللغم وينفجر هذا اللغم، هذه هي التقوى. عندما يأتيك المشتري وأنت في السوق فورا تفكر الآن هذا المشتري يقودك إلى نار جهنم، هذا المشتري دا يقودك إلى نار جهنم، إذا مو حذر، إذا غششت في المعاملة، إذا كذب في المعاملة، إذا نظر نظرة خائنة يعلم خائنة الأعين، الآن سوف يسقط في نار جهنم. وهذه الحيل والالتفاف على الأحكام الشرعية الذي يقوم به البعض، هذه نار. حذر، الكلمة يجب أن يكون فيها حذر، الخطوة فيها حذر، هذه هي التقوى. المعاملة فيها حذر، النظرة فيها حذر، هذه هي التقوى، لعلكم تتقون. احنا في ايام الصيام اهم شيء ان نحاول بعون الله، بحول الله، بتوفيق الله، ان نوجد هذه الحالة، حالة الحذر. افضل شيء عند الله مو الصدقة في هذا الشهر، مو صلاة الليل في هذا الشهر، مو قراءة القرآن في هذا الشهر، كلها جيدة وكلها تقرب إلى الله، لكن أفضل الأعمال في هذا الشهر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قام علي صلوات الله عليه وقال: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: الورع عن محارم الله. الورع، التقوى. في يوم من الأيام ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في المسجد أو في مكان آخر وحوله مجموعة من أصحابه، النبي صلى الله عليه وآله قال: الآن سوف يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. الآن الصحابة أخذوا ينظرون إلى الباب، وإذا برجل عادي شاب، عمله حطاب، يذهب إلى الغابة أو إلى الصحراء يأخذ الحطب أو الشوك ثم يجي يبيعه، هذا شغله. دخل، عجيب، هذا أهل، هذا رجل من أهل الجنة هذا الحطاب؟ نعم. في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وآله: الآن سوف يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. وإذا بذلك الرجل يدخل. في المرة الثالثة أيضا تكررت القضية، واحد من الصحابة راد يشوف أنه شنو شغل هذا الرجل، ما هو عمله التي بتلك الأعمال كان من أهل الجنة. إجا عنده قال له: أنا أريد أكون عندك ضيف عدة أيام، تسمح لي بذلك؟ قال: نعم. جاء هذا الرجل إلى بيت ذلك الحطاب، بقى عنده يراقبه، رجل عادي كل شيء ما عنده، شيء غير اعتيادي،
يعني مثلا من أول الليل للصباح يصلي ما عنده، هذا كلش مهم عند الله أن يصوم الإنسان، أن يصلي الإنسان الصلوات المندوبة. ولكن أهم شيء عند الله ذاك، مو هذا، هذا مهم، ولكن المقياس عند الله هو ذاك. رجل عادي مثل بقية الأفراد، ذهب معه إلى الصحراء يأخذ الحطب أو الأشواك يجي يبيعها، رجل عادي ما عنده شيء يفرقه عن البقية، ويتعجب. بعد أن انتهت الأيام الثلاثة قال له: أنا أريد أروح، ولكن عندي سؤال، أنت شنو عندك في حياتك؟ عندك شيء استثنائي في حياتك؟ قال: لا، أنا مثل بقية الأفراد. قال له: إذن كيف أصبحت من أهل الجنة؟ قال: أنا عندي عمل واحد، وهو أني لا أعصي الله. كلمة واحدة لكن هواية مشكلة حقيقة. النوافل مو مشكلة، قراءة القرآن مو مشكلة، قراءة دعاء الافتتاح مو مشكل، عدم معصية الله كلش مشكل. عندما تذهب إلى البيت ألا تعصي الله مع زوجتك هواية مشكل، وعندما تذهب إلى المتجر ألا تغش هذا المعامل هواية مشكل، وعندما تجلس في البيت مع الأصدقاء ألا تغتاب المؤمنين ولا تنهش أعراضهم هواية مشكل، حقيقة مشكل. هذا هو المهم عند الله. مشى خطوات، الحطاب صاح وقال: عندي شيء آخر، وهو أنه إذا رأيت أخي المؤمن يريد أن يعصي الله أمنعه من ذلك. أنا ما أعصي، مو فقط هذا، أخي أيضا ما أخلي يعصي. يعظ، كل فرد يجب أن يكون واعظا. إذا شفت ابنك يفعل شيئا عظ ابنك، إذا رأيت صديقك يفعل شيئا عظ صديقك، أعظه وأمنعه من ذلك. وإذا ما أقدر، حقيقة إذا ما قدرت، فإنني أتألم لذلك. هذه هي التقوى، وبها يكون الإنسان من أهل الجنة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحد المؤمنين ينقل أنه في يوم من الأيام دخلت أنا وصديق لي، نفران دخلنا على رئيس الوزراء في العراق في بغداد، أول رئيس وزراء في العراق، أول واحد يقول أنا ومعه دخلنا على ذلك رئيس الوزراء. يقول: شفنا المجلس غاص بالأفراد. هذه القضية ينقلها المرحوم السيد علي شبر رحمة الله عليه، وقد رأيتموه الكثير منكم في هذا البلد، هو ناقل هذه القضية. يقول: دخلنا والمجلس غاص، رحب بنا رئيس الوزراء، ثم قال لنا: أنتوا جئتوا في الوقت المناسب، الآن وقته. قلنا: ليش؟ قال: لأنه الآن سوف يحضر رجل شيعي وأنتوا أعيناني عليه، عاونوني على هذا الرجل. يقول: إحنا ما افتهمنا أنه ماذا يقصد هذا الرجل، هو ما كان شيعي ذاك الرجل،
شنو الآن يحضر رجل شيعي وأنتم أعيناني عليه؟ يقول شوية قعدنا وإذا برجل يدخل، رجل عادي ملابسه عادية وعلى ظهره جرة، جرة شايفين الشربة أو ما شايفيها؟ شربة كان قديما في الأعتاب المقدسة وغيرها، أكو أفراد مستضعفين ما عندهم شيء من الدنيا، يأخذ ماي يجي إلى العتبة المقدسة في كربلاء أو في النجف أو في بقية الأماكن، يبيع الماء للزوار من الطبقات المستضعفة إلى أبعد الحدود. تبين أن هذا الرجل يبيع الماي، وين يبيع الماي؟ في صحن الإمامين الكاظمين صلوات الله عليهما. اجى ووضع الجرة وسلم، رئيس الوزراء قال له تعال، اجى وأجلسه بجانبه، ثم قال له رئيس الوزراء لهذا السقاء: هل تعرف أخوك فلان؟ قال نعم الله يرحمه، كان عنده أخو مهاجر من العراق إلى مصر ورايح هناك صاير من أثريائها الكبار. قال نعم الله يرحمه. رئيس الوزراء قال له: زوجة هذا الرجل يعني أخوك مات، الزوجة كتبت لي أنه أنت حاول أن ترى هذا الرجل يعني أخو الزوج وتتفق معه على أنه ماكو داعي يرفع قضية ومحاكم وكيفية الإرث وما أشبه ذلك، إحنا ندفع لهذا الأخ أخو الزوج مصالحة مبلغ من المال ويتنازل عن الإرث، بعد من الطيلة إرث، وذلك المبلغ في ذلك الوقت 6,000 ليرة ذهبية، احنا نطيله 6,000 ليرة ذهبية بعد بيجي طالب بالإرث يتنازل عن الإرث، وذلك الوقت 6,000 ليرة ذهبية لا يملكها حتى كبار التجار، ما عندهم، كبار التجار ما كانوا يملكون هذا المبلغ. يقول: فهز هذا السقاء رأسه وكأني أنظر إليه الآن، دا يهز رأسه، وقال لي: هذا الميت يعني أخي خلف زوجة وبنتا، وإحنا من الناحية الجعفرية من ناحية المذهب الجعفري ما إلنا حق أن نأخذ هذا الإرث، هذا الإرث لزوجته وبنته، أنا ما أتمكن أن أخذ هذا المال، 6,000 ليرة ذهبية يعصي الله لدينار، في معاملات السوق يعصي الله لدينار، لربع دينار والعياذ بالله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نار هذا، ولكن تعطى عليه ثروة لا يملكها كبار التجار. يقول في المذهب الجعفري مو جائز أن الأخ يأخذ والبنت موجودة، لأن طبقات الأرض في مذهبنا الطبقة الأولى الأبوان والأولاد، الطبقة الثانية الإخوة والأجداد، الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال، ما يمكن واحد من الطبقة الثانية يأخذ وواحد من الطبقة الأولى موجود، ما دامت البنت موجودة لا يمكن للأخ أن يأخذ شيئا من المال، ما يمكن. يقول: هواي المجلس أخذته حالة من الذهول. يقول التفت إليه وقال له: أخذ هذا المال. فقال له: عمي تريد أن آكل ماي حرام، مال حرام؟
أنا جعفري وجعفر بن محمد لا يسمح لي. أن أأكل شيئا من هذا المال. يقول أنه رئيس الوزراء قال له: توقع على ذلك التنازل عن الإرث؟ قال: نعم. قال: أنتوا كتبوا؟ إحنا كتبنا. هو وقع ونحن الشهود شهدنا. يقول: وخرج من المجلس وحقيقة رفع رأس الشيعة في ذلك المجلس الذي كان غاصا بالمخالفين. هذه كلمة تقال ولكن عند العمل من أصعب الأعمال. ذهبت هذه القضايا إلى مصر. الزوجة زوجة المتوفى أعجبت بإيمان هذا الرجل وبإخلاص هذا الرجل، فبعثت إليه وتزوجته. وبعد أيام معدودة ماتت البنت لمرض معين، وبعد فترة ماتت الزوجة، فانتقلت كل الأموال إلى هذا السقاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى يحتاج إلى شجاع. إذا واحد الآن عليه حق من حقوق الله أو حق من حقوق الناس أو غيبة أو قطع للرحم، قطع الرحم محرم، قطع الرحم محرم، هذه الأرحام المقطوعة يحتاج إلى شجاعة، شجاعة الانتصار على الذات. واحد يحاول في هذه الأيام أن يصفي حتى يدخل في ضيافة الله طاهرا مطهرا. عندنا أحد العلماء الكبار السيد حسين الترك، كان عالم كبير ومرجع من مراجع التقليد. هذا الطعن في العمر، واي صار شايب ومرض مرضا ممتدا. بعد مدة أخذ يشكك في معلوماته أنه حقيقة أنا بقيت على صفة الاجتهاد أو ما بقيت على صفة الاجتهاد. أخذ يشكك، فطلب تلاميذه وفيهم كبار المجتهدين، قال لهم: امتحنوني، شوفوا أنا مجتهد أو مو مجتهد. لأن المجتهد في خلال 5 دقائق يعرف أنه مجتهد أو مو مجتهد. قال: امتحنوني، شوفوا مجتهد أنا أو مو مجتهد. يقول: فأخذ تلاميذه يمتحنونه، يطرحون عليه المسائل الفقهية. وبعد الامتحان قال له تلميذه، واحد من كبار المجتهدين: لقد صدق ظنك، لقد سقطت عن مرتبة الاجتهاد. هذه القوة اللي الله في يوم من الأيام أعطاك، أخذ هذه القوة، أنت الآن مو مجتهد. لاحظوا البطولة ولاحظوا الشجاعة ولاحظوا التقوى. قال: إذا أنا مو مجتهد، اكتبوا إلى الآفاق جميعا. في ذلك الوقت كان عند مقلدين في كل مكان، ومنه في القفقاز وأذربيجان وهذه المناطق، اكتبوا أنني لم أعد مجتهدا واذهبوا وقلدوا واحد آخر. حقيقة لاحظوا هذه البطولة ولاحظوا هذه الشجاعة ولاحظوا هذه التقوى. احنا في هذه الأيام يجب أن نمتلك هذه البطولة. إذا واحد قاطع لرحمه حرام قطع الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا أكو واحد قاطع لرحمه الآن بكل شجاعة يذهب ويستغفر من هذا الذنب ويصل رحمه، وإذا يخجل يوسط واسطة حتى يصلح.
إذا واحد الآن عليه حق من حقوق الله ولو دينار واحد ليكن شجاعا، 100 شيطان، الشيطان الأعظم يوكل 100 شيطان إذا واحد عليه دينار واحد حتى يمنعوه من أداء حقوق الله. إذا واحد عليه حق من حقوق الله الآن خلي يصفي حقوق الله، إذا واحد عليه حق من حقوق الناس الآن خلي يصفي حقوق الله وحقوق الناس، إذا واحد اغتاب واحد خل يذهب إلى ذلك بكل تواضع وبكل ذلة وبكل تعطف يحاول أن يستغفر له. العار في هذه الدنيا أولى من النار في الآخرة. سيد الشهداء صلوات الله عليه كان يقول: والنار أولى من ركوب العار. العار في هذه الدنيا أولى من النار في الآخرة. في العام الماضي كان الكثير معنا في هذا البلد وفي بقية البلاد، والآن هم تحت التراب وفدوا على ربهم وحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة، وعما قليل سوف نلتحق بهم، لا نعلم في هذا اليوم أو غدا، قبل أن يذهب الإنسان ويترك كل شيء ليصفي فيما بينه وبين الله. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة آيات كتابه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.